وحياكم الله بحلقة ثانية من دردش الشو. بهالحلقة راح نتكلم عن أكبر غلط في البيع عن طريق منصة الانستغرام. خلكم معنا. حياكم الله بدردش الشو، معاكم عيد المجيبل، وبهالبرنامج راح نسولف وندردش ونتعلم مع بعض عن أحدث طرق التسويق بالمحتوى. بقول لكم شلون قدرت أطلع من دوامي بعد 9 سنين وأسس مشروعي بنفسي. يعطيكم العافية على وقتكم، وخلنا نبلش الحلقة. وإن شاء الله راح نرجع لكم بعد هالرسالة من السبونسر. هالبودكاست برعاية ميوزيك جريد. زين، إحنا شنو نسوي؟ سامع هذا الصوت من قبل صح؟ أظن هذا الصوت مار عليك بعد. هل ميزت هالأصوات؟ اللي سمعتها اسمها علامة تجارية سمعية. هذه العلامات الصوتية تخليك تأسس هوية للعلامة التجارية بالموسيقى. زور الموقع وهذا الكود الخصم EID10. حياكم الله يا تايكونز بحلقة ثانية من درد الشو. يعطيكم ألف عافية، معاكم أخوكم عيد المجيبل، وإذا أول مرة قاعدين تشوفون أو تسمعون هالحلقة حياكم الله. بحلقة درد الشو نتكلم عن كل شيء يخص التسويق الأونلاين، وإذا تبون تشوفون هالحلقات أول بأول اضغط على السبسكرايب عشان تقدرون تشوفون وتسمعون هالحلقات أول بأول. اليوم راح نتكلم عن موضوع وايد 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 مهم، ولا إيش رأيك باندا؟ والله صراحة الموضوع وايد شدني صراحة. أكبر غلط في البيع بالإنستغرام، والله ودي أعرف الموضوع. خلنا نبلش الحلقة. كلنا ندري أن منصة إنستغرام من أقوى المنصات بالعالم للتسويق، وكل الشركات قاعدة تستخدم منصة إنستغرام للبيع، من الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة اللي موجودة بالبيت، من الهوم بزنسز الكوكيز لشركة مثلا صاحبنا الباندا البخور قاعد يستخدم منصة الانستغرام عشان يبيع منتجاته وخدماته. اي والله صدق يا ابو عيده، بس ابي اعرف انت شنو الغلطة اللي راح تقول لنا عنها اليوم. اسمع، اليوم راح اقول لك شنو الغلطة، انطر وراح تسمع شنو الغلطة. اكثر من مليار شخص يستخدم منصة الانستغرام، مليار شخص مستخدم منصة الانستغرام، يعني كل عملائكم موجودين بمنصة الانستغرام، بس لازم نعرف شلون نوصل حق هالعملاء. وطبعا منصة انستغرام من أقوى المنصات لبناء علاقة قبل وبعد شراء المنتج. يعني إذا قبل أن نشتري منتج راح نروح حسابه بالانستغرام، راح نشوف المنتجات، خاصة إذا مطعم قبل أروح المطعم راح نشوف الصور الأكل يمكن بالانستغرام، بعدين راح نروح. حتى لو شرينا المنتج هم يقدرون يبنون علاقة معنا بعد ما نشتري المنتج. فمنصة انستغرام من أقوى المنصات لبناء علاقة مع العملاء قبل وبعد الشراء. فالحين راح نتكلم عن أكبر غلط في البيع عن طريق منصة انستغرام. جاهز باندا؟ جاهز يا ابو عيده. اكبر غلط بالبيع عن طريق الانستغرام هو التركيز على الشيء الغلط. شنو تتوقعون اكثر شيء الناس تركز عليه في منصه الانستغرام؟ باندا، انت شنو ودك يكون بحسابك في الانستغرام؟ صراحه يا ابو عيده انا ابي المتابعين يزيدون، انا ابي المتابعين يزيدون بحسابي بالانستغرام، وابي شكل حسابي بالانستغرام يكون شكله حلو. باندا، هذه اكبر غلطه، والله العظيم هذا أكبر غلطة. أكبر غلطة أغلب الناس تسويه إنه يركزون على عدد المتابعين، وأنت الحين تقول أبي أركز على عدد المتابعين. إذن أنا بسألك سؤال يا باندا، إذا زادوا عدد متابعينك ل 10,000 متابع مثلا، شنو راح تسوي؟ شلون راح تبيع لهم منتجاتك خدماتك؟ والله صدق يا أبو عيدة ما فكرت فيها. أنا بيزيد متابعيني، بس شلون أبيع لهم منتجاتي وخدماتي وبخوري وعطوري؟ ما عندي فكرة. أبي زيد متابعيني وأبي شكل حسابي يصير حلو. وهذه أكبر غلطة يا باندا، وايد ناس أول ما يبون يجهزون حسابه بالإنستغرام أبي متابعين أبي متابعين أبي متابعين. إنسان إذا زادوا متابعينه شلون راح نبيع لهم منتجاتنا وخدماتنا؟ هذه نقطة وايد مهمة. وايد ناس تركز على شكل حساب الإنستغرام، صور حلوة، فيديوهات حلوة، الصور يسوونهم على شكل ثلاثات، بس ما يركزون على البيع، فلوس. وهذه أهم نقطة، المنصة انستغرام وسيلة للبيع صح؟ فالناس قاعد تستخدمها حق متابعين وتفاعل مو بيع. لازم نركز على شنو؟ على فلوس، ولا ايش رايك يا باندا؟ اي والله يا ابو عيد انا بالفلوس، احنا اهم شيء الفلوس. لازم نركز على الطريقة للبيع. شلون؟ الحين راح اقول لكم. اهم شيء نركز عليه اذا سوينا حساب بالانستغرام، الهدف من حسابنا بالانستغرام، الطريقة اللي راح نبيع فيها منتجاتنا وخدماتنا. شلون راح نبيع منتجاتنا عن طريق الانستغرام؟
فكروا فيها باندا، انت شلون تبيع منتجاتك خدماتك؟ على فكره باندا عنده محل بخور بسوق المباركيه بالكويت يبيع بخور وعطور. باندا شلون تبيع انت منتجاتك عن طريق الانستغرام، ولا شلون تستخدم منصه الانستغرام؟ والله يا ابو عيد احط صور بخور وعطور والناس مرات تتواصل معي بالخاص، تجينا المحل المباركيه تدق علينا التليفون ولا تتواصل معنا على الواتساب. زين باندا، انت لاحظت شغله من كل اللي قاعد تقوله؟ لاحظت ان عندك كذا طريقه، مو قاعد تركز على مكان واحد. اي ابو عيده، بس شو اسوي بعد؟ الناس مرات تبي تتواصل معك بالواتساب ولا بالخاص. انا معاك يا باندا، في وايد ناس يمكن يبون هم يتواصلون عن طريق الخاص، ولا يدقون تليفون، ولا يحضرون عيون المحل، خاصه اذا قاعد تبيع عطر. صح، الناس ما راح تقدر تشم العطر او تشم البخور بالواتساب او بالخاص، لازم يجون يشمون ويشوفون الشغله هذه. فيعتمد على المشروع مالكم، في مشاريع تحتاج ثقه، لازم يجون المحل، لازم يجون المطعم، وفي مشاريع او منتجات ما يحتاجون يشمونهم، ما يحتاجون يذوقونهم، ما يحتاجون ثقه. مثلا اذا انا قاعد ابيع اكسسوارات، او قاعد ابيع كفر تليفون، او قاعد ابيع سماعات مثلا، نقدر نبيع هالاشياء عن طريق الواتساب او عن طريق الخاص. فانتوا سالوا نفسكم شلون عملائكم قاعدين يتواصلون معاكم بالانستغرام، شلون قاعدين يشترون منتجاتكم وخدماتكم من الخاص. انزين اذا قاعدين يتواصلون معاكم بالخاص، هل انتم جاهزين تبيعوا لهم؟ هل عندكم سكريبت ولا اسئله جاهزه تسالونهم بالخاص عشان تسكرون العمليه وتبيعون، تسوون كلوزنج على قولة اخوي فيصل محميد؟ ايش رايكم؟ سالوا نفسكم السؤال. منصه الانستغرام في وايد معدات وفي وايد طرق عشان عملائنا يتواصلون معنا. نقدر نستخدم منصه الانستغرام عشان يتواصلون معنا بالتليفون، نقدر نستخدم منصه الانستغرام عشان يجون المحل، عشان يتواصلون بالخاص، عشان يتواصلون معنا بالواتساب، عشان يروحون الموقع مالنا. فاحنا لازم نعرف اول شيء وين الهدف اللي نبي نبيع منه منتجاته وخدماته عن طريق الانستغرام، وين نبيهم يروحون، وين نبيهم يوصلون من الانستغرام، عشان نقدر نحدد الرقم ونقيس هالاشياء ونعرف اذا قاعدين نبيع ولا في مشكله. خلينا نرجع حق باندا، ايش رايكم؟ باندا انت شلون قاعد تبيع منتجاتك اكثر شيء؟ والله يا ابو عيده، اول شيء الناس تجيني المحل، بس لما تشتري مني المنتج وخلاص مره واحده ابيع لهم عن طريق الواتساب، ولا ابيع لهم بالخاص خلاص لان عرفوا المنتج وبنوا الثقه معانا فخلاص يعني. حلو حلو حلو. فانت الحين من منصه الانستغرام تبي الناس يجونك المحل، شلون تقدر تخليهم يجونك المحل يا باندا؟ ابيك تشوف، تذكر من الحلقات اللي طافت ولا لا؟ والله يا ابو عيد اذكر، اقدر اعطيهم شيء تسويق مغناطيسي، ولا اسوي لهم عرض حلو اخليهم يجون، اعطيهم سبب يجون المحل، بس يجون المحل انا خلاص راح ابيع لهم منتجاتي وخدماتي. يا سلام عليك يا باندا. فيعتمد على المشروع مالكم. سألوا نفسكم سؤال، شلون قاعدين تستخدمون منصة انستغرام؟ شلون راح تبيعوا لهم منتجاتكم؟ هل عن طريق موقع؟ هل عن طريق واتساب؟ هل عن طريق الخاص؟ هل عن طريق تليفون؟ أو تبونهم يجونكم العيادة أو المحل أو النادي؟ لازم تعرفون الهدف. عرفتوا المكان؟ الحين راح نقدر نقيس الكمية. الحين بعطيكم ثلاث طرق للبيع عن طريق الانستغرام. الطريقة الأولى، أول شيء لازم نعرف الهدف أو طريقة البيع. إحنا لازم نعرف إن نبي الناس يتواصلون معنا عن طريق واتساب. ومثال، كل يوم 5 أشخاص قاعدين يتواصلون معنا على الواتساب. مثال، 5 أشخاص كل يوم يتواصلون معنا على الواتساب، وقاعدين نبيع من هال5 أشخاص حق شخص واحد. شلون نقدر نخلي بدال 5 أشخاص نخليهم 10 أشخاص، نخليهم 20 شخص كل يوم يتواصلون معنا؟ بس إذا قاعدين نشتتهم نخليهم يتواصلون معنا بالخاص، بالواتساب، بالتليفون، بالمحل، هم ما يعرفون وين يروحون. إذا يو حسابنا بالإنستغرام ما يدرون وين قاعدين يتواصلون معنا، فأغلب الأوقات راح يتشتتون وإحنا راح نتشتت كأصحاب مشاريع. فلازم أول ما نعرف الهدف نبيهم يروحون الموقع مثلا، نبيهم يتواصلون معنا بالخاص، نبيهم يتواصلون بالواتساب. الخطوة الثانية، لازم نلقى طرق مختلفة لتوصيل الناس للهدف، مثل ما قال باندا انه يعطيهم سامبل بلاش، تسويق مغناطيسي، يسوي عروض عشان يجون المحل. طرق مختلفة، دعايات، اعلانات، صور، فيديوهات، سبونسر، اللي تبونه. اهم شيء ان نعرف الهدف اللي نبيهم يوصلوا له، وبعدين نسوي دعايات عشان طرق مختلفة لتوصيل الناس لهذا الهدف. النقطة الثالثة او الطريقة الثالثة، اساليب البيع عند الوصول للهدف. الحين اذا وصلوا المحل خلصنا من التسويق، الحين يا دور البيع وشطارتنا بالبيع. صح، يعني اذا 20 شخص
قاعدين يتواصلون معاكم يسألونكم عن منتجاتكم وما حد قاعد يشتري. عندكم مشكلة يا بالتسعيرة، عندكم مشكلة يا بالجمهور، أو عندكم مشكلة بالبيع مو عارفين تبيعون أو مو قاعدين تردون عليهم. تخيلوا ناس يتواصلون معاكم بالخاص بالإنستغرام يبون يشترون العطر أو المنتج حق هدية مثلا وما تردون عليهم حق أسبوع، ما راح تبيعونهم، أو إن ما قدرتوا تكلمونهم بأسلوب حلو ما راح تبيعونهم، أو إن أسعاركم كانت وايد غالية ما راح تبيعونهم. فلازم يكون عندكم CRM سيستم ولا نظام، ولازم تعرفون ليش الناس مو قاعدة تشتري. هل الناس وايد قاعدة تشتري؟ إذا الناس وايد قاعدة تشتري تقول إيه يمكن سعركم وايد رخيص. يعني مثلا في شخص تواصل معي قبل تقريبا يومين باستشارة وقالت لي إن 20 شخص يتواصل معاه بالواتساب كل يوم وقاعد تبيع 18 شخص من هالعشرين شخص قاعدين يشترون. وين المشكلة؟ بالسعر. السعر وايد رخيص، مفروض تزيد سعرها. يعني الكلوزنج ريت مفروض يكون بين 40 و50%. إذا الكلوزنج ريت زاد يعني سعرك رخيص أو سعرك رخيص، لازم تزيدون سعركم. وزيادة السعر يمكن تكون شوي صعبة، فمو لازم تزيدون سعركم، بس إنه لازم تعرفون أرقامكم. لازم تعرفون إنه إذا 10 أشخاص تواصلوا معي وما بعت حق ولا شخص في عندي مشكلة، بس إذا 10 أشخاص تواصلوا معي وقعدت تبيع حق 5 6 4 ما عندي مشكلة، الأشياء ماشية ممتازة. فإذا عندكم هدف وتعرفون أرقامكم راح تعرفون تقيسون المبيعات من منصة إنستغرام، لأن وايد ناس تركز على شنو؟ متابعين 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 متابعين. زين وبعدين عندكم متابعين شنو راح تبيعوا لهم؟ فكروا فيها باندا، أنت قول لي عندك 100,000 متابع شنو راح تبيعهم؟ بحط والله دعاية بالستوري بقول لهم سوون سوايب أب، وبعدين ممكن احط لي بوست كذي دعايه عروض، وبعدين بس والله يا ابو عيد ما في شيء ثاني. بالضبط، لازم في طرق ثانيه، لازم نبيع لهم بطرق ثانيه، لازم نعرف الهدف وين نبيهم يوصلون من الانستغرام، بعدين نستخدم كل معدات الانستغرام عشان نوصلهم حق الهدف. اللايف، الستوري، بوستات، الفيديوهات، الدعايات، سبونسر اد، كل هالطرق نستخدمهم عشان نوصلهم حق الهدف. وصلت يا باندا؟ والله وصلت يا ابو عيد. راح اجربها، انا راح اجربها وراح اركز على شيء واحد، ما راح اخليهم يتواصلوا معي بالتليفون بالواتساب وبالخاص، بحاول اركز على مكان واحد وبشوف وراح اردك خبر بعد اسبوع، ايش رايك؟ يعطيكم العافية تايكونز، وهذه كانت حلقة اليوم من درد الشو. ركزوا على شلون انتم راح تستخدمون منصة انستغرام لبيع منتجاتكم وخدماتكم. ركزوا على مكان واحد، هدف واحد تبون الناس يوصلوا له عشان يشترون المنتج والخدمة مالتكم. بعدين لاحظوا الأرقام، إذا 20 شخص تواصلوا معكم كم شخص قاعد يشتري، كم شخص قاعد يتواصل معكم، شلون نقدر نزيد الرقم، شنو الطرق التسويقية عشان نوصل الناس حق الهدف، سبونسرد اد، مشاهير السوشيال ميديا، الستوري، بوست، فيديو، صور. انتو فكروا بهالطرق. غرض هالحلقة مو غرض شلون نسوي دعايات، فهذا ليش ما راح نركز على الدعايات، راح نركز على هدف واحد راح يكون عندكم من منصة انستغرام، وراح نركز على نعرف الأرقام ملوتنا، كم شخص قاعد يتواصل معنا وكم شخص قاعدين يشترون منه. يعطيكم ألف عافية تايكونز على وقتكم وثقتكم، وإن شاء الله نشوفكم بحلقة ثانية من دردش شوف.